قول باهد ماذا يقول؟ يقول من أراد أن أباهله أباهل يا حاج وعد أباهل أباهل أكرم مو مجاهد أكرم بن بشر بن بشر محمد بن بشر عبدي رواية البخاري بن كثير أخونا مو بن بشر حجي في دوارك شوف ليش تغشش يا حجي في دوارك خليني حجي ليش تغشش ساعات من كتبك برضه ما أنا انتظرني بس باقي سأبين لك طيب سأبين لك دقيقة أنا فهمت من هاي القضية شنو فهمت؟ سأبين لك سلوك الصحابة يبغضون علي ولا لا؟ سأبين لك لا ليش أنت كلام بالتهيئ الوقت خلص شو وقت تبين؟ سأجيب في المرأة في المداخل الأخرى أحسنت دقيقة سأجيبك أنا الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.